السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو هذا غنشوفوا فيه واحد الموضوع اخر اللي كنت وعدتكم به في الفيديو اللي قبل، الفيديو ديال الانتاج داخل السلاكه. من بعد قلنا غادي نديروا فيديو ديال الانتاج داخل القفص. من قبل ما ندخل في موضوع الاخوان، ما تنساوش جيم اللي تفرج او اللي يلا غادي يتفرج يدير جيم ويكمل الفيديو ويبارطاجي مع صحابه، واللي تفرج الاخوان جديد يدير ابوني، راه القناه مازال طايحه وطايحه بزاف، وهادشي ما كيشجعناش باننا نديرو فيديوهات اخرى. المهم الاخوان ندخلوا في الموضوع. بالنسبه اللي بغى ينتج في القفص، غناخدو مثلا واحد عنده جويجه ولا بغى ياخذ جويجه، سواء ياخذ بنت العش ولا قرعه مبدله في القفص. ومن الاحسن تكون بنت العش، حيت بنت العش كما كتعرفوا الاخوان كتكون دي على بنادم وما عندهاش مشكل تفرق حداك وما تخاف من حتى شي حاجه، توكل الاولاد تهز لها الاولاد، تردهم تهز العش تهز البيض، ما عندهاش مشكل. يعني كتكون مامناك على نفسها، ما كتخافش منك. ممكن تنتج بخلويه ولكن اضرب معها شويه التمر الاخوان. من الاحسن حنا كنمشيو للسهله، تاخذ بنت العش وطير كيف ما كاين، مول العش ولا ماشي ولد العش، المهم يكون بدل في القفص. غتاخذ لهم سيباري، غتسيباريهم كل واحد في جهه، انتوا في جهه والذكر في جهه. غادي دير لهم سيمير قريب لكم الاخوان، يكون تقريبا على النيفو ديال الكتف ديالكم، يعني الانسان يتخطر حداه باش يدريسه وما يبقاش يخافوا من بنادم سيرتو الذكر. نظام غذائي الاخوان، عندك الزوان، الماكله الرئيسيه الرميله و عظم ديال السيبي، وكل يومين تعطيهم حاجه، يا تعطيهم الشوك يا تعطيهم التفاف يا تعطيهم الخص يا تعطيهم خضيره والديسي. خضيره راه الاخوان ماشي خضيره، حنا كنقول ليه خضوريه، زعما نباتات اللي خضرين، بروكولي خيار قوس، ودخل لهم شويه الفواكه هادو مره الى ماشي ضروري خصك تعطيهم هادشي ديما. مثلا عطيتيه واحد المورصو ديال الفقوس اليوم، واحد اليومين غتعطيه مورصو ديال التفاح، يومين اخرى غادي تعطيه واحد المورصو ديال الباربه، وغادي هكا. والماء الاخوان مره فوق البرد، سيرتو فوق البرد، واحد المره في السيمانه غادي دير شريريبه، غدير فيها واحد طريف صغير ديال الثوم، ودير مع واحد القطرات ديال الحامض باش الطير ياخذ المناعه ديالو. وسيرتو في البدايه ملي كيكون ليه الريش، كيكون المناعه شويه طايحه، كتعرف الطير خصو تهلو شويه وخصو الدفا. المهم والدريساج ضروري الاخوان، مره نلعب مع الطويه، نعطي ديك المعلفه ديال اللي كنديرو فيها، ديك المعلفه الصغيره دير لي فيها شوك ولا شي حاجه عزيزه عليه وتعطيه، وتلعب معاه وتحيدها ليه وتدخل يدك في القفز وتخرجها هزو. المهم الطير برزطو شويه. وفوق البداله الاخوان، تثبت القفز في بلاصتو، ما تخرجو الا لا بغيتي تدوش ليه، مابقاش تحول من بلاصه لبلاصه. الطير كيبغي بلاصتو يبقى فيها يبدل فيها ويفرخ فيها، ما تبدلش ليه البلاصه نهائيا. لا بغيتي الانتاج، انا كنقول لك لا بغيتي الانتاج يكون عندك 100%. وبالنسبه لشي اخوان كيصيفطوا لي اسئله بزاف على كايت كوب لو ليهم وكلشي، كاين اللي ما كتبغيش تبيض ليه النتوى، وكاين اللي كتبيض ليه وما كتفحش. بالنسبه للاخوان النتوى لا بيضات راه ما فيهاش المشكل، ما فحلاش المشكل في الذكر، يا باقي ما واجدش يا طايحين ليه السيوف ولا شي حاجه، حيت الطير كيحتاج الريش ديالو كامل ولا بغى يدير العمليه ديال التلقاح، يا ناقص لي شي صبع في رجليه ولا عرج ولا شي حاجه. المهم يبدل الطير. الا نتوما ما بيضاتش راه العيب فيها، تكرر مزيان، خصك تجرب وتبيض مع النتوى. وبالنسبه للكونترول كدوز واحد 4 ايام وكندير البيل ديال التليفون البيض ونقلب، لا تعرق البيض راه فحل، ما تعرقش راه ماشي.